ده مكسب اول. مكسب تاني الحقيقه واحد من الناس اللي لازم ياخد حقهم بقى، يعني كارترون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي اللي خاض 12 مباراه لحد دلوقتي لم يهزم في اي مباراه، ودي حاجه حلوه جدا جدا جدا. وشباكه كانت نظيفه او نظيفه في عدد 8 مباريات، سجل اهدافه مثلا وصل ل 12، وعدد الاهداف اللي دخلت فيه 4 اهداف. كان في احصائيه او في ارقام لكارتريون احنا مجهزينها لحضراتكم، فده واحد من الناس كمان اللي لازم بقى يبقى فيه يعني دعم شديد جدا جدا ليه. الراجل اللي قدامكم ده، الراجل اللي قدامكم ده لا يستحق بقى الدعم بشكل كويس. الثقه بقت موجوده قوي، بقت موجوده ما بينه وبين الجمهور بشكل حلو. لعب 12 ماتش، يعني احرز 19 مباراه 19 هدف اسف انا قلت 12 19 هدف، فاز في 8 مباريات، دخلت شباكه 4 اهداف، شباك نظيفه، شباك نظيفه 10، تعادل 4، خسر ما خسرش ولا مباراه، نسبه فوز بنسبه 67%. فده مكسب كبير قوي 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 لكارترون، مكسب كبير جدا جدا اسف من مكاسب اللقاء امبارح. اولا ادارته للقاء كانت حلوه قوي، جميله جدا جدا جدا، فكانت ممتازه قوي. السيناريو توزيع اوقات اللقاء بما يتناسب مع الهدف اللي هو عايزه في كل مرحله من المباراه، ده مدرب فاهم، مدرب كبير عنده خبرات كبيره جدا. فمن مكاسب اللقاء استخدامه كمان للنوعيه اللي يبدا بيها، والنوعيه لنوعيه اللعيبه اللي بدا بيها اللقاء، ونوعيه اللعيبه اللي نهى بيها اللقاء، احداث اللقاء ومجرياته، يعني حتى مع تعامله مع الناس اللي على الدكه ازاي بيراعي الحته النفسيه للعيبه حتى اللي مش موجوده خالص، قراراته اللي خاضها هو وكابتن محمد يوسف، وابعاد واحد من اللعيبه اللي ليها مستقبل جدا كبير جدا جدا لو خد باله من نفسه، لو خد باله من نفسه، ناصر ماهر.